السكرين باين عندك كده بتشوف. اللي هي بتاعت الميتينج صح؟ يس. احنا المفروض ان شاء الله يعني اخر تطوريال معانا بنتكلم على توبيك واحد بس بنقسمه اجزاء. يعني احنا عامه بنتكلم عن السبيسنج اللي كنا بناخده لحد دلوقتي، عايزين نحسب اللوكيشن بتاع الانتنا، هل انا وصل لها ازاي، الكلام ده كله. وبعد كده اتكلمنا على الكلاسز، كل ده الهدف في الاخر ان احنا عايزين نحسب المين بادجت بتاعت الانتنا اللي احنا دلوقتي السفلايت المفروض يبعت باور قد ايه عشان يقدر يكونكيت مع الارث ستيشن. احنا عندنا السبيس لينك بيتقسم ثلاث حاجات. اول حاجه الابلينك، ده كده اللي هو الارث ستيشن. أهلا بس الألم، خذي وقتك عادي. معلش انا مفكر شويه. طيب احنا السبيسين هو بنقسمه ثلاث حاجات. اول حاجه الابلين، ده كده هو الايرث ستيشن. طيب الداونلينك، ده كده بس الايرث ستيشن. عندنا الانتر ستيشن، لو انا دلوقتي عندي في السبيس نفسه تو ستلايتس بيكومينيكيت مع بعض. احنا في الاخر الكوانتي اوف سيرفيس بنحكم عليها هل انا الكونكشن ده تمام ولا لا من البيت ايرور ريت. نفس الكلام في السيجنالز اللي انا بشوف دلوقتي اللي هو الانرجي بتاعت البيت اللي انا بعتها على النويز اللي وصلت او الاس ان ار. بس احنا لما نكون بنتكلم على ساتلايت كوميونيكيشن بيقول السي ان ار او اللي هي السي على الان اللي هي الكارير نويز ستيشن. ايه دلوقتي بنقول كارير مش بنقول سيجنال، لان انا دلوقتي ببص على على الويف اللي وصلت مش ببص يعني سيجنال تو نويز ريشيو، انا ببص على افكت الموديليشن into consideration modulation اللي حصل عندك. يعني ممكن يكون السيجنال شويه بيحصل لها modulation ودي modulation بيحصل فيها errors، فالerrors دي بتتحسب في وسط الاس ان ار او في الانرجي بتاعت البيت على النوت. بس انا دلوقتي لما كنت بتكلم على supply communication بتكلم على الكارير ريشيو، ان انا ببص السيجنال نفسها
مقارنة بالنويز اللي وصلت. مش ببص بعد ما اعمل ديمودريشن ايه النويز اللي وصلت. احنا عندنا دلوقتي اول حاجة عندنا عنها الاسبيسينج. الاسبيسينج هو هيبقى عندنا two parts. عندنا الجزء اللي هو بتاع الترانسميتر. عندي هنا ده السورس بتاعي بيطلع باور. انتي بتوصلها بكونكشن ايا كان شكل عامل ازاي لحد الانتنة. الباور اللي بتوصل عند الانتنة دي بسميها البي اس، دي الباور سبلاي للانتنة. الباور الرادييتد هنا بتبقى البيرة. عندي نفس الكلام في الريسيفنج انتنة. عندي هنا ده كده السيستم بتاعي، ده كده الار اكس بتاعي مفصل في الريسيفنج انتنة. هنا في هنا الريسيف عندي اوصل هنا عندي الان بتاع الانتنة، ده كده البي ان اللي هيوصل من عند الانتنة. بعد كده لحد ما بوصل عند الريسيفر نفسه، دي كده هي البي ان الباور اللي هتوصل للريسيفر بتاعي. احنا عندنا السيستم فين هو اصلا السيستم بتاعي بيطلع ترانسميتد او دي سي، هيعدي على اللينك ده. ده ممكن يكون بيحصل فيه لوسز لحد ما هوصل عندي بي اس، دي كده هي السبلاي للانتنة. وبعد كده بيحصل عندي راديشن لجزء منها بس، ده بيعتمد على الافشنسي بتاعت الانتنة نفسها. ونفس الكلام بيحصل في الراجع عندي. انا دلوقتي عندي الباور اللي هتوصل للانتنة هي البي ريسيفد دي، بعد كده جزء منها هيدخل جوه السيستم اللي هو البي ان، معتمده برضه على الافشنسي بتاعت الانتنة. بعد كده ممكن يحصل لوسز عندي في اللينك الموجود ده لحد ما هوصل هنا عندي البي ار، دي كده الباور اللي انا هشتغل بيها عندي. انا اللي يهمني في الاخر هي البي اس، انا كنت قد ايه موصله باور للانتنة، البي ار هو قد ايه باور وصلت للريسيفر بتاعي. احنا دلوقتي عشان نتكلم بقى عن الافشنسي بتاعت الانتنة، محتاجه اتكلم عن الجين بتاعها او الراديشن. احنا دلوقتي لما نكون نتكلم على الجين او الراديشن ده بيمثل ايه؟ احنا عامه لما نكون بنتكلم على اي انتنة اقارن البرفورمانس بتاعها بحاجه بنسميها ايزوتروبيك انتنة. ايه الايزوتروبيك انتنة؟ ان انا دلوقتي بقول عندي ان في بوينت سورس بيراديت باور ايكولي في كل الاتجاهات. بقول ان انا عندي بوينت سورس والبار كلها بتراديت في السفير ايكوال في كل حته. عندي اي انتنة تانية ما بتبقاش اكثر ايزوتروبيك. يعني احنا الايزوتروبيك دي الايديال كيس اللي هي حاجه عمرها ما بتحصل، ما فيش اي حاجه بيبقى فيها يونيفورم راديشن باترن بالمنظر ده. احنا الاكشوال راديشن ده بتبقى عامله ازاي؟ تبقى حتى بالمنظر ده. عندي كده حاجة بنسميها المين لوب، في عندي هنا السايد لوب، يبقى في عندي باك لوب. زي كده كل ده بيشمل بسمي اللاين اللي هو فيه الماكسيمم باور ترانسميتد، ده كده هو ده البور سايد بتاعي. دي البوينت اللي انا بعمل ديزاين عليها ان يحصل عندها ماكسيمم ترانسميشن او ماكسيمم ريسبشن. عندنا ده كده بيبقى شكل الراديشن باتر. فاحنا عندنا بندفاين الجين بان هو الريشيو ما بين الباور ترانسميتد في الكيس دي والباور ترانسميتد في كيس الايزوتروبيك. زي مثلا احنا في كيس الايزوتروبيك كان كل بوينت يوصل عندها 1 وات بير متر سكوير. انت متوقع في بوينت زي دي الباور اللي هتكون بيحصل لها ترانسميشن اعلى من ال 1 وات ولا اقل من ال 1 وات؟ هتبقى اعلى. هتبقى أعلى من الوان وات، لأن أنا دلوقتي بدل ما الباور كانت تتوزع إيكولي في كل حتة، أنا دلوقتي بقى عندي الجزء ده كترت في الباور مقابل إن أنا قللت الباور في الأماكن التانية دي، يعني الباور ما بوظف في الاتجاهات التانية أقل شوية. فأنا بلاقي إن أنا في بوينت تبقى عندها الباور اللي هوصها أعلى من الباور بتاعت الأيزوتروب. البوينت دي هي بسميها الجي ماكسيموم. إحنا عامة لما بنيجي نتكلم عن الجين غالبا لما بقول إن الأنتنة دي ليها جين معين بتكلم على الجي ماكسيموم. كده كده كل بوينت في الراديشن باترن بتاعتي ليها جين على حسب انا واقفه فين بالظبط في الراديشن باترن. بس انا ليا كاركترايز انتنا بجين، بكاركترايز بالماكسيمم جين الافيلبل عندي. الماكسيمم جين اقول ان هو ممكن اعبر عنه اكنه افكتيف اريا. انا دلوقتي الانتنا بتاعتي بتريسيف في اريا معينه، المفروض ايدلي انا اقدر اريسيف من كل حته ايكولي، بس احنا عشان المنظر ده فانا مش بريسيف من كل حته ايكولي. انا بديفاين الجي ماكسيمم بتاعي هو 4 باي على اللامدا سكوير اللي هي الفريكوانسي اللي انا شغال عندها،
الاريا افكتيف. ايه الاريا افكتيف؟ دلوقتي الانتنة بتاعتي بتقدر تريسيف من اريا قد ايه؟ زي مثلا عندي دلوقتي دي كده البارابوليك انتنة بتاعتي، وانا الباور المفروض وصلني حاجة بالمنظر ده، دي كده الباور اللي جاي عندي. انا هقدر اريسيف جزء من الباور بس، انا مش هقدر اريسيف الباور كلها. انا المفروض في الاخر الباور عندي بعمل لها ديفينيشن للباور دنسيتي اللي هي بنسميها اي اللي هي بتبقى وات بير متر سكوير. بالنسبه لي الافكتيف اريا، الاريا اللي انا هضربها في الابسايد دي عشان اعرف انا عملت ريسيفنج لباور قد ايه، ادي كده هي الافكتيف اريا. ممكن تبقى ايكوال للفيزيكال اريا وممكن لا، بس اغلب الاحوال ما تبقاش ايكوال للفيزيكال اريا. يبقى عندي الافكتيف اريا علاقتها بالفيزيكال اريا اللي هي الاريا الفيزيكال مضروبة في الإيد، اللي هي بالنسبة لي بسميها الـ efficiency بتاعة الأنتنة. كل ما الـ effective area تبقى أقرب للـ physical area، كل ما أقول إن أنا الأنتنة دي ليها efficiency أعلى شوية. أنا دلوقتي لما أكون بتكلم على parabolic antenna، لأن إحنا معظم كلامنا دلوقتي هيبقى على parabolic antenna، ده أكتر حاجة بتستخدم في الساتلايت. كل اللي أنا عندي الـ area physical هتبقى باي دي سكوير اللي هو الدايمتر بتاع البارابولا بتاعتي على 4، من كده هي الفيزيكال اريا. دلوقتي لما باجي اديفاين المنطقه اللي بعملها ريسيفنج في الانتنه، بديفاين 3 دي بي باندويث. احنا اي حاجه لما كنت بتكلم على باور او كده دايما ببقى عايزه اديفاين 3 دي بي باندويث اللي هو بيمثل لي انا اقدر اعمل ريسيفنج لحد ما اوصل لنص الباور قد ايه. احنا دلوقتي لما نكون بتكلم على الراديشن باترن، انا بتكلم على 3 دي بي بيم ويف. انا دلوقتي الانتنه بتاعتي هوصل لنص الجيم في اني قد ايه او في انجل قد ايه. انا دلوقتي لو عندي ده كده كنت هنا 3 دي بي اقل من الجي ماكسيم، هنا 3 دي بي اقل من الجي ماكسيم، ده كله على بعضه هو بنسميه ثيتا 3 دي بي. هو انا في انجل قد ايه اقدر اعمل لها ريسيفنج للباور وانا ستيل اكون بعمل ريسيفنج كميه كويسه من الباور. لو جيت مثلا الانتنه كانت بعتالي في الاتجاه ده، انا هبقى بريسيف من حته بعيده قوي عن البور سايد. انا ممكن يكون وصلني باور عاليه بس نتيجه ان انا بريسيف من حته بعيده عن البور سايد عند السايد لوب او عند نال اساسا، ففي الاخر الباور ريسيف اللي هتوصل لي هنا هتبقى تقريبا زيرو او هتبقى فاليو قليل. انا دايما لما اكون بعمل ريسيفنج في الانتنه بتاعتي انا عايز اعمل ريسيفنج عند البور سايد او اراوند البور سايد بال 3 دي بي بيم ويدث اللي احنا عملنا له ديفينيشن ده. انا عندي 3 دي بي بيم ويدث بقول ان هو دي ايكويشن كده اللي احنا بنقول ان هو 3 دي بي باند ويدث البيم ويدث بيكوال 58.5 لامدا على دي او 70 لامدا على دي. استخدم ده امتى وده امتى؟ 58.5 ده لو انا بتكلم ان انا بيحصل لي uniform illumination. يعني ايه؟ يعني الويف اللي انا بعمل لها receiving عند الانتنة هنا زي كده plane wave، الباور متوزعه equally، فانا الانتنة كلها بتشوف equal باور عند كل الاتجاه، انا الباور اللي وصلني كلها equal. بس احنا اللي بيحصل على ارض الواقع ان انا عمري ما بيوصل لي اكشلي plane wave، يعني دايما بيبقى ليها شكل غالبا بتبقى straight wave مثلا. احنا الباور هنلاقيها مثلا حاجه بالمنظر ده، التوزيع بتاعها مش مفهوم. فبنستخدم الايكويشن دي، الايكويشن نحتاجها لما نكون بنحسب ال 3 دي بي بي مو. لان معظم الاليمينيشن اللي بيحصل عندي ما بيبقاش يونيفورم، نتيجة ان مفيش اكشوال بين ويف يعني، او صعب انها تبقى اكشوال عندنا بين ويف. تمام معايا دي لحد دلوقتي؟ تمام زي الفل. هو ممكن بس الصوت بيبقى زي يعني بيبعد تقريبا وبعدين بيرجع، فمش عارف ده بسبب ايه بصراحة، او عندي اصلا ولا مش عندي المشكلة. فكريم هو يعني هل انت برضو عندك نفس المشكلة؟ مايك كل شوية الصوت يبقى بعيد وبعدين يبقى قريب شوية. يعني لو الصوت ما ظبطش برضو قولوا لي. لا كده احسن كتير. خلاص تمام.
طيب احنا دلوقتي خلاص عرفنا ازاي بنعمل definition للانتنة بتاعت. انا دلوقتي عايز اعمل characterization للtransmitting antenna. فاحنا characterization بتاع transmitting antenna بيبقى عن طريق حاجة او يعني definition بنقول عليه effective isotropic radiated power. ده كده في الاخر هو بس بيمثل لي انا ايه الباور اللي حصل لها radiation عندي. يعني عايز اشوف في الاخر كل الباور اللي حصل لها radiation دي كانت قد ايه. فدي بتبقى عبارة عن الباور سبلايد للأنتنة في الجين بتاع الترانسميتنج أنتنة. بعد كده لما نكون عايزين نتكلم عن الريسيفد باور، فلو تفتكروا أنا دلوقتي لو هتكلم بقى على الريسيفد باور، فأنا عندي دلوقتي البي ريسيفد دي اللي هي هتوصل للأنتنة أساسا، مش اللي هتوصل للريسيفد. هي المفروض تبقى equal الـ power density عندي اللي هي اللي طالعة من السيستم مضروبة في الـ effective area، بس دلوقتي أنا بتكلم على الـ receiver. فأنا دلوقتي الـ power density هي المفروض الـ BS في GT دي كده الـ power اللي طلعت من السيستم عندي مقسومة على الـ area بتاعت الـ sphere اللي هو 4 by R square. R دي الـ distance اللي أنا بعمل receiving عندها، مضروبة في الإفكتيف أريا بتاعت الريسيفينج أنتنة اللي إحنا قلنا هتبقى جي ماكسيمم في لامدا سكوير على فور باي. عشان دلوقتي أقدر أقول إن أنا عندي البي ريسيف هي عبارة عن الباور ترانسميتد في الجين الترانسميتد في جين الريسيفر، كل ده مضروب في لامدا على 4 باي ار اول سكوير. فانا كنت بقول ان انا عندي دي كلها حاجات كونستانت ليها علاقه بالانتنا سيستم بتاعي، الباور اللي كانت اصلا افيلبل عندي، الجين بتاع الترانسميتر والجين بتاع الريسيفر. وعندي الترم ده هو بيمثل لي اللوسز اللي بتحصل في الفيس سبيس. فأنا دلوقتي حتى لو السيستم بتاعي lossless ما عنديش أي مشكلة في أي حتة، still هيحصل عندي هنا attenuation نتيجة إن أنا بمشي in space، إن أنا مع الوقت بلاقي إن أنا الباور اللي بتوصلي عمالة تقل، مش عشان في losses في space، مش عشان في losses في vacuum، عشان أنا دلوقتي الأريا اللي أنا بعمل receiving عندها عمالة تكبر. فأنا كنت في الأول عندي point source هنا وبريسيف عند الدايرة دي وباخد الأريا دي كلها، فأنا هنا بريسيف جزء معين من الباور. لو جيت كبرت السفير اللي انا باخد من عنده، يعني بعدت شويه عن الانتنه بتاعتي، وهبقى ستيل بريسيف عند نفس الحته اللي هي الافكتيف اريا بتاعه الانتنه بتاعتي، فالاقي ان انا هنا بيوصل لي جزء اقل من الباور. ده مش نتيجه لوسز، ده نتيجه ان انا الريسيفنج اريا بتاعتي عماله تظهر مقارنه بالديستنس اللي انا عماله ابعدها عن الانتنه بتاعتي. فاحنا في الاخر الريسيفنج ريسيفد باور بقى هتبقى عباره عن ايه اللي هتوصل للريسيفر نفسه. هي عبارة عن الـ EIRB اللي هو الـ Transmitted Power في Gain Receiver minus كل الـ Losses اللي بتحصل عندي. فإحنا إيه الـ Losses اللي بتحصل في السيستم عندي؟ هلاقي إن إحنا عندنا تقريباً خمس أنواع Losses، يعني في Losses تانية بس دي الحاجات اللي مهمة بالنسبة لنا دلوقتي. أول حاجة الـ Free Space Losses دي اللي إحنا كنا لسه بنقول عليها اللي هي اللامدا على 4 by R، بس إحنا دلوقتي هنعملها بالعكس عشان تبقى بالنيجاتيف، فإحنا تبقى minus 10 log فور باي ار على لامدا، او تبقى 20 لوج عشان في سكوير. احنا قلبناها عشان تبقى ماينس بحيث ان انا يبقى عندي كل اللوسز هنا بعمل لها ماينس، هتبقى ماينس 20 لوج فور باي ار على لامدا. بعد كده عندي ريسيفر فيد لوس، دي اللوسز اللي هتحصل في السيستم عندي. احنا قلنا ان احنا عندنا الباور ريسيف دي هي عباره عن الباور اللي وصلت للانتنه ماينس اللوسز اللي هتحصل عندي في الجزء ده لحد ما اوصل هنا للبي ار. ده كده ريسيفر بتاعي عندي هنا كده، دي الباور ريسيفت فانا بيحصل عندي لوسز في السيستم ده وبيوصل عندي هنا في الاخر البي ار. فانا ممكن يحصل عندي ريسيفر فيدر لوسز ان انا تكون الانتنه بتاعتي مش بتك اكسبت كل الباور، او بيحصل لوسز في الترانسميشن لاين ده، او مثلا في ميس ماتش، فكل ده هيعمل لي ريفلكشن، هيعمل لي لوسز، فالبي ار في الاخر اللي عندي هتبقى اقل من الريسيفد باور عند الانتنه. بعد كده عندنا الانتنة misalignment losses. لو تفتكروا احنا دلوقتي قلنا ان احنا عندنا
عندنا انا المفروض بريسيف عندي ده كده هو البيم ويث بتاعي، انا عندي ده كده البور سايت وده ال 3 دي بي باند ويث بيم ويث قصدي، فانا المفروض بريسيف في الاريا دي. طب انا دلوقتي لو جيت اريسيف في انجل بعيده عنها شويه، لو كنت بريسيف مثلا بدل ما بريسيف من هنا او من هنا جيت اريسيف من هنا، احنا ايه اللوسز اللي هتحصل عندنا؟ فبقول ان انا عندي الانتنا مسالايمنت لوسز، هي بتبقى عباره عن ال AML، هي عبارة عن 12 ثيتا تي اللي هي الثيتا اللي أنا بعمل ريسيفينج عندها على الثيتا ال 3 دي بي أول سكوير. الفاليو اللي هتطلع من هنا هتطلع بالدي بي على طول، يعني دي كده معنى سكوير براكت معناها أنها بالدي بي. فأنا دلوقتي لو أنا بريسيف عند أنجل بره 3 دي بي باندويت بيم ويتس قصدي، فأنا هعرف ايه اللوسز اللي هتحصل عندي في الباور عن طريق الايكويشن دي، دي كده تطلع لي على طول بالدي بي. تاني لوسز عندنا هي البولاريزيشن ميس ماتش لوسز. احنا المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن البولاريزيشن بتاع الويف، ان انا ممكن الويف بتاعتي يكون مثلا ليها بولاريزيشن فيرتيكال، ممكن يكون ليها بولاريزيشن هوريزونتال، ممكن تكون سيركلر. انا على حسب البولاريزيشن بتاع الويف اللي واصله لي والبولاريزيشن بتاع ريسيفنج انتنا ممكن ما يحصلش ريسيفنج لكل الباور. لو انا بعت vertical wave وهنا الانتنه بتاعتي بتريسيف horizontal wave، فساعتها مش هوصل لي اي جزء من باور، حتى لو الباور كلها وصلت عند السيستم هنا، بس نتيجه المسالايمنت اللي حصلت دي مش كل الباور بتوصل عندي. فانا عندي البولاريزيشن مسالايمنت لوسز بتبقى نيجاتيف 20 log كوزين الثيتا. الثيتا دي هي اختلاف الانجل، ان هو مثلا انا كان مفروض اريسيف فيرتيكال بس انا ريسيفد ويف عامله كده، ففرق الثيتا ده هو ده فرق الباور اللي هيحصل عندي، يعني بيبقى عندي نيجاتيف 20 لوج كوزين ثيتا. لو انا عندي دلوقتي الانتنه اللي انا او الويف اللي انا عايز اعملها ريسيفنج كانت سيركلر بولاريزيشن، لو انا بعت سي بي سيركلر بولاريزيشن وبريسيف عند لينير بولاريزيشن، فالاقي ان انا دايما عندي polarization misalignment أو mismatch losses بتلاتة دي بي. ده ليه؟ لو أنا مفروض بريسيف circular فنسي مثلا هيكون عندي vertical و horizontal antennas، ده المعنى المبسط قوي إن أنا يكون عندي circular polarization، أنا عندي vertical و horizontal antenna الاتنين بيريسيفوا نفس الباور. فأنا دلوقتي لو أنا كنت مفروض بعت circular أو بستقبل circular وهيجي لي واحد منهم بس، هيجي لي مثلا ويف بالمنظر ده، ففي جزء هيحصل له في يعني هيحصل له اللي هو ريزولوشن فريسيفه مثلا في الهوريزونتال، او جزء هيحصل له ريزولوشن فريسيفه في الفيرتيكال. فانا هلاقي طول ما انا بتكلم ان انا بعت سيركل بولاريزيشن وبريسيف لينير مثلا، يعني بريسيفه في فيرتيكال بس، فانا دايما في جزء من الباور هعمله ريسيفنج، فاللي هو ده هيبقى نص الباور. المفروض السيركل بولاريزيشن معناها ان انا الفيرتيكال والهوريزونتال الاثنين قد بعض، فمعنى ان انا بعت سيركل وبستقبل لينير فدايما هكون بستقبل نص الباور. ايا كان بقى الانتنة اللينير دي شكلها عامل ازاي، كانت بقى فيرتيكال كانت هوريزونتال كانت واخده انجل، دايما هبقى بريسيف نص الباور. فان دي ميزه من ميزات السيركل بولاريزيشن، ان انا دايما ضامنه في اي كيس هعرف القط باور. لو انا بتكلم على لينير بولاريزيشن، لو كانت اصلا من الاول بعت لينير بولاريزيشن، فانا ممكن في كيسز هلاقي ان انا بيوصل لي زيرو من الباور لو انا عند الاورثوجونال بولاريزيشن. تمام الحته دي؟ تمام. واخر حاجه هي الاتموسفيريك لوسز اللي احنا كنا حسبناها المره اللي فاتت، يعني مش هنتكلم عنها اكتر المره دي. ممكن يبقى في مساله كبيره اللي هو هيبقى السيستم بقى ككل من الاول الترانسميتر لحد الاتموسفيريك لوسز الجرين اتينويشن كل حاجه. انا دي كل اللوسز اللي تهمني في السيستم بتاعي. فاحنا عندنا دلوقتي يعني المسائل في الجزء ده بسيطه لحد كبير يعني. فاحنا دلوقتي هو بيقول ان انا عندي Earth Station و Satellite، فاول حاجة عايزنا explain ايه الـ EIRB، فده كده مجرد measure للـ performance بتاع الـ antenna. بعد كده بيقول انا عندي دلوقتي Transmitter بيبقى عنده باور 10 وات ويقول ليها gain 46 dB. فانا كده دلوقتي بتكلم على Transmitting System بس، فانا دلوقتي بتكلم على الـ EIRB، فعايزنا نحسب الـ EIRB مرة بالواتس ومرة بالـ dB وات. فعندنا اول حاجه الاسهل احسب او يعني مش فرق كتير، بس هو انا هنا عندي هو حاجه من زهالي بالوات وحاجه من زهالي بالدي بي، ف
فانا عشان احسب بالواتس فانا دلوقتي المفروض الاي اي ار بي بتاعي هو يبقى عباره عن الباور السبلايد للسيستم في الجي تي، بس انا دلوقتي ما دام بتكلم باور يبقى احول كله باور، فانا عندي الباور سبلايد هي ستيل زي ما هي باور ما حصلهاش حاجه. الجين بتاع السيستم مفروض احوله من دي بي فيبقى 10 باور ال 46 دي بي دي على 10، فنحسب الاي ار بي. لو بتكلم بالدي بي وات انا دلوقتي بتكلم بالدي بي يبقى انا بعمل سميشن للحاجات، هيكون عندي الباور سبلايد بالدي بي زائد الجين بتاع الترانسميتنج انتنا بالدي بي. فاحنا عندنا الجين بتاع الترانسميتنج انتنا اوريدي عندي، فدي المفروض هتبقى 10 لوج 10 وات اللي هي في الآخر هتدينا 10، فأنا هنا يبقى عندي 10 زائد 64 دي بي فيبقى 65 دي بي. ده كده الـ EIRB الـ available في السيستم عندنا. Problem 3 دلوقتي بيقول أنا عندي Parabolic Reflector Antenna مديني الدايمتر بتاعها ومديني الـ Operation Frequency ومديني الافشنسي بتاعت الانتنة دي، وعايز نحسب الجين بتاع الانتنة. فاحنا المفروض الجين بتاع الانتنة كنا قلنا ان هو هيبقى والمفروض ال G maximum المفروض ال G maximum هو equal 4 by lambda square في الـ area effect. احنا عندنا دلوقتي اللامدا هي المفروض الـ C على الـ F، فاحنا الـ C هي الـ speed of light in vacuum والـ F هي الـ frequency اللي انا شغال عندها هي الـ FC. ودلوقتي الـ area effective هي المفروض الـ eta اللي هي الإفشنسي بتاعت الأنتنة بتاعتي في الأريال فيزيكال. وبما أنه هو قايل إن أنا دلوقتي الأريال فيزيكال بتاعتي بارابوليك، فأنا دلوقتي هيبقى عندي يعني ما دام قايل إن الأنتنة بارابوليك فأنا الأريال فيزيكال هتبقى باي دي سكوير على 4. فإحنا المفروض لكل كيس منهم هو مديني الدايمتر بتاعي ومديني الفريكونسي اللي هنشغل عندها. ففي كل كيس منهم هحسب اللامدا وهحسب الفيزيكال أريا، وكده نقدر نجيب الجي ماكسيمم بتاعتنا في كل كيس. هل فيها مشكلة دي؟ تمام. خلي بالنا بس ان هو هنا طالب الجين بالدي بي، فانا المفروض بعد ما احسب الجي ماكسيمم فهو 10 لوج الجي ماكسيمم عشان نجيب الجين بالدي بي. هنا المسألة يعني شبه اللي فاتت بس بالعكس، هو مديني الجين مديني operating frequency مديني efficiency وعايزين نجيب effective area والphysical area. فاحنا يبقى نفس الكلام بالضبط، ان انا عندي دلوقتي اللي هو مديني بس العكس، ان انا عندي دلوقتي ال G هي 4 by على lambda square مضروبة في effective area، معنا الفريكوانسي فنقدر نجيب اللمضة، معنا الجين فهنجيب الإفكتف أريا، بعد كده الفيزيكال أريا هتبقى هي الإفكتف أريا على الإفشنسي بتاعت السيستم بتاعي أو بتاعت الأنتنة بتاعتي. Problem 5 هنا هو مديني الدستنس من الأرث ستيشن لحد الستلايت 40,000 كيلومتر، ومديني الـ EIRB بتاعت الساتلايت فأنا ده كده هو الترانسميتر بتاعي، ومديني الفيدنج مارجن اللي موجود
مديني الفيدر لوسز. عايز نحسب الباور دنسيتي عند الجراوند ستيشن، عايز نحسب الباور ديليفرد للانتن او تو ماتش لود اللي هو الريسيفر بتاعي، مديني الجين بتاع الريسيفنج انتن، ومديني الفريكوانسي اللي انا بستقبل عندها. فاحنا عندنا دلوقتي نمسك كل حاجه عندنا. اول حاجه لو هتكلم اصلا على الباور دنسيتي عند الجراوند ستيشن، يبقى انا كده بتكلم على البي ريسيفد مش على البي ار. دي كده الباور اللي وصلت للانتن، لسه ما وصلتش للريسيفر جوه. فالباور دي هي المفروض بس مجرد الـ EIRB على الدستنس اللي احنا مشيناها. فالمفروض الباور دنسيتي اللي هي الإبسويدي هي المفروض الـ EIRB على الـ 4 by R سكوير. فاحنا الـ R بتاعتنا هي الـ 40,000 والـ EIRB هو من ديها لنا هنا، هنحولها من الـ DB للـ سكيل العادي، فيبقى 10^49 0.4 × 10. كده احنا هنجيب الإبسايد بتاعتنا اللي هي مفروض تطلع في الآخر وات بير متر سكوير. طيب أنا دلوقتي وأنا كده بتكلم على ريسيفد باور عند الأنتنة، عايزة بقى أتكلم عن الباور اللي وصلت أصلا للأنتنة الباور ديليفر. يبقى أنا دلوقتي بتكلم على البي آر، فهي دي عبارة عن البي ريسيفد. البي آر هي مفروض تبقى إيكوال البي ريسيفد اللي هي تبقى بقى التوتال باور عندي، او ان هي تبقى الاي اي ار بي زائد الجين بتاع ريسيفنج انتنا ناقص اللوسز اللي هتحصل في السيستم عندي. فاحنا ايه اللوسز اللي عندنا في الكيس دي يا شباب؟ فري سبيس لوس. بالظبط عندنا اول حاجه عندنا ايه تاني؟ في حاجه ليها علاقه بالماتشنج ولا لا؟ في ماتشنج هو دلوقتي في سيفر لوس دي كده الماتشنج عندنا. ومديني فيلينج مارج، ده معناه ان انا بتاع الفري سبيس لوس ماشي. دي بيتر بقول الفيدنج دي اللي هي بتاعت الفري سبيس لوس ولا بتاعت حاجه تانية؟ انا مش فاهم الفيدنج مارجن دي. الفيدنج مارجن لو تفتكر احنا كنا قلنا ان انا دلوقتي لما بعمل ريسيفنج للسيجنال وبيحصل اللي هو المالتي باث فيدنج، ان انا عندي وصل لي من كذا طريق، فانا السيجنال نفسها اللي بتوصل لي بتبقى نويزي. فبيقول ان انا عندي دلوقتي في فيدنج مارجن اللي هو ال1 دي بي، ده اللي هو نتيجه المالتي باث فيدنج، ده غير الفري سبيس لوس. الفري سبيس لوس دي نتيجه باجي. اللي هي لما بتيجي سيجنال مثلا بعد ال3 دي بي اللي هو البيم ويتس او كده، هي دي اللي قصدك عليها؟ اللي هو لما بيجي يعني مش لا مش مش دي بي بي لا مش اوكي. دي حاجه اللي هو بس برضو بسبب ان في مارجن مفروض، ويعني تقريبا فهمت يعني. طب فهمت يعني ان هو ان في يعني هو ده بره زي رينج معين احنا شغالين عليه او كده، فبيحصل بيأثر بيحصل يعني بيعمل فيدنج على السيجنال الاصليه نفسها، صح؟ بالظبط. يعني السيجنال الاصليه نفسها كان المفروض تصلي بلس مثلا الامبليتيود بتاع كونست، فنتيجه المارجن اللي حصل الفيدنج اللي حصل عندي، فانا بدل ما اوصل للبلس بالشكل ده يوصل ويف مثلا بالشكل ده، فانا ده كده بالنسبه لي لوسز حصلت للبلس بتاعي عندي. كان المفروض الجزء اللي ما بقاش شارب ده كده لوسز في الباور، فده كده هو ده الفيدنج مارجن بتاعي، ان انا ما عملتش ريسيفنج للبلس شارب. حصل له ويف اتنيوي. اوكي شكرا تمام. فاحنا عندنا دلوقتي الاي اي ار بي هو 49.4 زائد الجين بتاع ريسيفنج انتنا اللي هو 50 دي بي ناقص اللوسز اللي هتحصل عندي. فاحنا عندنا اول حاجه هي 20 لوج 4 باي ار على اللامدا، دي كده هي الفري سبيس لوس، وبعد كده ناقص ال1 دي بي اللي هي الفيدنج مارجن، وناقص ال0.5 اللي هي الريسيفر فيدر لوسز. فدي كده في الاخر هي الباور اللي هتبقى ديليفرد للريسيفر بتاعي. فيها أي مشكلة مسألة دي؟
تمام. لا المسألة دي احنا بس هو طالب ان احنا نحسب ال free space loss ك power ratio ك decibel لل transmission frequency دي. احنا عندنا ال free space loss هي مفروض 4 باي R على اللامدا سكوير. انا كده ده لو بتكلم ك power ratio، لو بتكلم بال dB فيبقى 20 log 4 باي R على اللامدا. فدي كده مجرد تعويض مباشر يعني. فاحنا كده اتكلمنا عن الجزء بتاع اللوسز اللي بتحصل قبل ما اوصل للريسيفر بتاعي. دلوقتي لما بوصل للريسيفر بحتاج ان انا بص على السين ار اللي هو الكارير نويز ريشيو. فانا بلاقي ان انا عندي، هبتدي بقى بص ايه النويز اللي بتحصل عندي. احنا كل اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده ده كده اللوسز اللي بتحصل في السيستم نتيجه الترانسميشن، نتيجه الميس ماتش، ميس الاينمنت، الكلام ده. انا دلوقتي عايزه اشوف الايفكت بتاع النويز. فاحنا عندنا النويز ممكن يكون ليه مصدر من اتنين، يا اما ناتشرال سورسز زي ما قلنا ان انا بعمل مثلا ريسيفنج والشمس جايه في البور سايد بتاع الانتنه، فانا ساعتها هبقى بريسيف نويز عاليه، او مثلا بريسيف راديشن من الارض، فدي كده الناتشرال سورسز بتاعتي. او ان انا السيستم بتاعي نفسه فيه كومبوننتس نويزي. يعني ايه كومبوننتس نويزي؟ هي الكومبوننتس دي بيحصل فيها مثلا لوسز عاليه، ليها ريزيستنس عاليه، بتعمل زي انترفيرنس مع الكومبوننتس اللي جنبها. فاحنا النويز موديل اللي هنشتغل عليه هو الوايت نويز. يعني ايه وايت نويز؟ ان انا عندي في السبيكتروم بتاعي الامبليتيود بتاع النويز بيبقى ثابت اللي هو الان نود. فاحنا يعني مش ده اللي بيبقى اكشلي النويز اللي حاصله، بس بما ان احنا بنبقى باصين في باند ويث معين اللي هو زي مثلا ده كده، فيعني اسامشن نقدر نعمله ان احنا النويز في الباند ويث اللي بنبص فيه ده كونستانت عند كل الفريكوانسيز. يعني قليل النويزز اللي بتبقى محددة عند فريكوانسيز واحدة عند هارمونيكس معين، غير كده النويز بتبقى غالبا شبه ايكوال عند اي فريكوانسي. فده الموديل اللي احنا بنشتغل عليه. دلوقتي عندنا لما اكون بتكلم على السيستم بتاعي، فانا بقول عندي لو عايز اتكلم على الكارير تو نويز ريشيو، فانا محتاج اعرف ايه الباور بتاعه النويز. احنا اوريدي خلاص جبنا الباور ريسيف، كل اللي فات ده كنا بنجيب الباور ريسيفد عندي في السيستم. فانا دلوقتي لو بتكلم بقى على السي ان ار، فالمفروض الباور ريسيف على الباور بتاعه النويز. فاحنا عايزين نحسب الباور بتاعه النويز. فاحنا قلنا ان احنا عندنا الباور بتاعه النويز هي هتبقى عباره عن ان الان نود اللي هو امبليتيود النويز مضروبه في الباند ويدث اللي انا ببص فيه. وبقول ان انا النويز دي ممكن أمثلها بـ temperature. يعني إيه temperature؟ إحنا عندنا دلوقتي كـ measurements كأي حاجة، لما بيكون عندي في حرارة عالية، لو أنا أعلى من الـ ambient temperature اللي هي تقريباً تبقى 27 أو 29، ببتدي يحصل عندي noise في السيستم بتاعي. فأنا بالنسبة لي أي noise في الآخر ممكن أمثلها بأنها equivalent temperature اللي هو الـ K، ده اللي هو الـ temperature constant بتاعي اللي هو الكلفن، مضروبة في temperature بتاعة noise اللي هي equivalent temperature بتاعي. فاحنا دي بنستخدمها في حسابات noise power. ان انا بقول ان انا دلوقتي كان عندي system، السيستم ده هو ليه noise ومفروض ما فيش اي noise جاي من بره. انا عندي هنا جزء ده ما فيهوش اي noise بره. فعشان نسهل الحسابات شوية بقول ان انا السيستم بتاعي ما بقاش فيه اي noise، بس انا عندي هنا في temperature عالية هي اللي مسببة لي noise اللي هي بسميها equivalent temperature. فأنا عندي دلوقتي لما أكون بتكلم على الباور النويز باور، فأنا بقول إن هي عبارة عن الـ K في الـ equivalent temperature بتاعة السيستم بتاعي في الـ bandwidth في الـ gain بتاع السيستم. ده كده بقى لو أنا بتكلم عند الـ point دي، يعني إحنا الـ equation كده، ده كده بتكلم عند الـ input بتاع السيستم. بتكلم بقى عند الـ output هنا كده اللي هو عند الـ receiver، فبضرب في الـ gain بتاع السيستم بتاعي. أي كان بقى السيستم ده هل actually ليه gain ولا لأ، هنضرب في الـ G. لو هو ملوش gain مثلا اللي هو gain، يبقى gain بتاعه بواحد. لو هو بيعمل attenuation يبقى gain بتاعه بون over L. فالمهم احنا عندنا لما بنيجي نعمل definition بعمل definition لحاجة اسمها noise figure. noise figure اللي هي الألف دي اللي هي total noise
اللي طالعه عند الاوتبوت بتاعي على التوتال نويز لو انا ما كانش عندي اي نويز تانية في السيستم، لو انا كان بس مجرد بشوف الامبيانت نويز الموجود عندي. فانا هنا باخد انتو كونسيدريشن النويز اللي بتحصل في السيستم بقى كل الكومبوننتس الموجوده، وهنا مش ببص على اي حاجه غير النويز اللي جاي من بره السيستم اللي هي الامبيانت نويز. فاحنا في الاخر بلاقي ان انا عندي النويز فيجر هو بيبقى 1 بلس تي اي اللي هو الايكوفالنت تمبريتشر بتاعه السيستم على التي نود اللي هي الامبيانت تمبريتشر اللي هي اوريدي موجوده في الاتموسفير دي ملهاش علاقه بالسيستم بتاعي. انا دلوقتي لو انا سيستم عارفه النويز فيجر بتاعه ده انا بقدر احسبه من الجين. فبقول ان انا عندي الـ equivalent temperature بتاعتي هي الـ F-1 اللي هو الـ noise figure بتاع السيستم بتاعي minus 1 في الـ ambient temperature الموجودة عندي. طب انا دلوقتي لو عندي سيستم مكون من كذا component ورا بعض، يعني انا عندي هنا دلوقتي في الانتنة هنا بعد كده موصلة بكمبوننت لي جين معين، بعد كده موصلة بكمبوننت تاني لي جين تاني وهكذا. فأنا المفروض في الآخر التوتال سيستم باور عندي هنا تبقى شكلها عامل ازاي؟ بلاقي إن أنا عندي النويز في الآخر هي المفروض، أو مش في الآخر، أنا ببقى عايز أعرف النويز عند الإنبوت بتاعي هنا، أو عايز أعرف الإيكوفالنت تمبريتشر عند الإنبوت هنا. فأنا بلاقي إن أنا الإيكوفالنت تمبريتشر بتاعت السيستم هي هتبقى عبارة عن التمبريتشر بتاعت الانتنة اللي هو اي بقى لوسز هتحصل في الانتنة نفسها، هندخل دلوقتي في تفاصيل ايه اللوسز اللي ممكن تحصل في الانتنة، زائد اللوسز اللي هتحصل في اول كومبوننت عندي في السيستم اللي هو ده الايكوفالنت تمبريتشر بتاعت اول كومبوننت، زائد النويز تمبريتشر هتحصل في تاني كومبوننت على الجين بتاع الكومبوننت اللي قبله. لان انا المفروض دلوقتي لما هاجي ابص على اللي خارج هنا انا هيكون وصل لي هنا الاوتبوت بتاعي هنا في تي اي معينه، فانا التي اي دي بتتعرض للجين 1 وبتتعرض للجين 2، فانا لو ببص على النويز اللي واصله هنا هتبقى هي مضروبه في الجين 1، فعشان كده لما باخد اجيب السيستم بالعكس بيبقى عندي تي اي 2 على الجين 1. لو المفروض ببص على تي اي 3 هيبقى عندي هنا جين 1 وجين 2 وهكذا بقى حسب انا عندي كام كومبوننت في السيستم بتاعي. فاحنا ممكن اسال سؤال، طب هو احنا ليه ما حسب يعني ما حطيناش في الاعتبار الجين بتاع الانتنة نفسه؟ يعني احنا ابتدينا من اول امبليفاير 1 فاهمه، احنا الفكره حاجه هنا يعني هو في مشكله دايما ممكن تقفل بس المايك عندك عشان الصدى. احنا في دايما مشكله لما بنتكلم عن الجين بتاع الانتنة الناس بتلخبطها بالجين بتاع الامبليفاير. انا الجين بتاع الانتنة ده اكشلي مش بيزود لي باور، انا مش اكشوال جين، هو اسمه جين، ده اسم بس ملوش علاقه بالجين اللي احنا بنتكلم عليه هنا، ملوش علاقه بالجي 1 وبالجي 2. انا الجين اللي بتكلم عليه بالانتنة اللي هو ده ليه علاقه، انا اصلا بعرف اعمل ريسيفنج لباور قد ايه. أما أنا هنا لما أكون بتكلم على جي 1 أو جي 2 أنا السيستم ده بيأثر على الباور إزاي؟ بيقلل الباور، بيزود الباور، حسب بقى شغال الأمبليفاير والأتنويتر ده كده هو الجي. أما الجين بتاع الأنتنة هو مش ولا بيزود باور ولا بينقص باور، ده بيمثل لي أصلا الأنتنة بتعرف تعمل ريسيفنج لباور قد إيه، عشان كده الجين بتاع الأنتنة مش داخل في الحسابات لأن هو مش أكشوال جين. تمام كده؟ تمام كده؟ تمام، شكرا. فاحنا عندنا دلوقتي الانتنة نويز نفسها بقى ممكن تبقى عبارة عن ايه؟ الانتنة نويز اللي هي الانتنة نفسها تكون بتزود لي نويز على السيستم ان هي تكون شايفة temperature من السكاي او temperature من الجراوند. احنا قلنا ان انا عندي بيحصل لي radiation من او يعني بستقبل مثلا radiation من الشمس، فده كده هو التي سكاي بتاعي، او بيحصل لي بأكسبت radiation من الارض فده كده هو التي جراوند. ولو كان عندنا رين كونديشن اللي هو بقى الرين اتينويشن اللي بيحصل عندي، فانا هلاقي ان انا كمان لازم ازود الاتينويشن ده. بالنسبه لي الرين اتينويشن اكنه امبليفاير في
في السيستم بتاعي، بس امبليفاير ليه جين نيجاتيف او بيعمل اتينويشن، فانا بحتاجه تيكت انتو كونسيدريشن اكنه جين في السيستم بتاعي اللي هو الايري. فبيبقى عندي الانتنة في النويز تمبريتشر اللي بعملها ريسيفنج من الجراوند، وعندي النويز تمبريتشر اللي بعملها ريسيفنج من السكاي او اللي هو الباور اللي انا عايز اعملها ريسيفنج اصلا، مقسومه على الاتينويشن بتاع الرين، مضروبة في الاتينويشن بتاع السيستم نفسه بقى اللي هو السيستم بتاع الاتينويتر ده، اللي هو بيبقى ليه equivalent temperature اللي هو TM اللي هو الambient temperature حسب بقى هتكون T node ولا هتبقى equal value تانية، في 1 minus الgain بتاعي. فاحنا في الgain ده عشان الgain بالnegative هيبقى 1 على A-rain، فده كده losses اللي بتحصل في الانتنة بتاعتي. فاحنا دلوقتي لو بنتكلم بقى على system، نتكلم على السيستم ككل. فأنا عندي دلوقتي بقول إن أنا السيستم بتاعي ده لي نويز تمبريتشر 40K، دي كده اللي هي تي أنتن، وعندي أمبليفاير إنبوت نويز تمبريتشر 120K، وعايزنا نحسب الأفيلابل نويز باور موجودة في السيستم ومديني الكي بتاعتي. فإحنا المفروض دلوقتي النويز باور اللي إحنا قلنا إن هي تبقى البي أن، البي ان عبارة عن الان في الباند ويث بتاعي، بس هو هنا عايزها السبكترال دنسيتي، فانا اكني بجيب الان بس. انا عندي الان هي المفروض الكي في التي، فانا دلوقتي التي بتاع السيستم ده هيبقى عبارة عن ايه؟ التي هو هيبقى عبارة عن تي الانتنة اللي هو الاربعين كي زائد المية وعشرين كي اللي هم بتوع الامبليفاير. انا هنا السيستم ما فيهوش كومبوننتس تانية، فمش بقسم على جين، فانا كده ده كده الايكوفلنت تمبريتشر بتاع السيستم. فاحنا عندنا هيكون الان هي عبارة عن الكي دي اللي هي 160 في الكي اللي هو البولتزمان كونستانت، او لو بجيبها بالدي بي هتبقى 10 لوج 160 زائد الكيل هي هو نزيها لي بماينس 228 دي بي. تمام دي يا شباب؟ تمام دي الأرقام بتاعتنا في الآخر. في problem 3 هنا بيقول ان انا دلوقتي عندي 2 amplifiers connected cascades، يعني الاب بتاع واحد منهم هو الانبوت بتاع الامبليفاير اللي بعده، وكل واحد فيهم ليه جين 10 دي بي، وعندي نويز تمبريتشر 200K، وعايزين نحسب الافكتيف نويز تمبريتشر عند الانبوت. فاحنا كده عايزين نجيب التي اي بتاعه السيستم، وهنا ما جابش سيره الانتنة فخلاص مش هندخلها في حساباتنا. فاحنا المفروض التي اي بتاعتنا هي عباره عن التي اي 1 زائد التي اي 2 على جين 1. خلي بالنا ان احنا الجين اللي بنعوض بيه هنا ده مش هيبقى بالدي بي، ده كماجنيتيود عادي. احنا عندنا تي اي توتال هنا هتبقى هي المفروض 200 زائد 200 اللي هي بتاعه السيستم التاني على الجين بتاع اول سيستم، هما كده كده الاثنين قد بعض، هيكون عندي هنا 10 باور 10 على 10 200 على 10، ده كده الـ equivalent noise temperature بتاعة السيستم عند الـ input. احنا دلوقتي فكرة ان احنا بنقسم دلوقتي على الجين بتاعي، ده اللي بيخلي ترتيب بتاع الـ components بتاعي بيفرق. فاحنا عندنا دلوقتي زي مثلا الجين بتاعي هنا كان صغير قوي، زي مثلا انا الجين هنا بتاعي كان اصغر من الواحد، ده actually بيحصل attenuation، فلاقي ان انا الفاكتور هنا زاد. يعني سي مثلا لو انا كان جين 1 ده كان ب 0.1، ده معناه ان انا السيستم بتاعي ده بيعمل اتنويشن، الباور اللي بتدخل بتخرج منه اقل ب 0.1. فعندي كده ده معناه ان انا لما كنت هاجي احسب التوتال ايكوفالنت
temperature بتاعت السيستم كان هتبقى عندي TE1 زائد TE2 على gain 1. gain 1 هنا 1 على 10 فأنا كان عندي TE1 زائد 10 TE2. فأنا كنت ألاقي إن أنا السيستم temperature بتاعتي هتبقى 2200. فأنا عندي الجين بتاع السيستم والترتيب بتاع الكومبوننتس بتاعتي كله بيفرق معي. وعشان كده خلينا نشوف حتة فاضية ممكن نكتبه هنا. وعشان كده لما نكون نتكلم على السيستم بتاعي اللي هو زي مثلا الريسيفر اللي عندنا في البيت، فأنا بلاقي إن أنا عندي البارابوليك داش بتاعي ده بيبقى فيه في الأول هنا الريسيفر هنا فيه بلوك يبقى اسمه LNA Low Noise Amplifier. ده بيبقى قبل أي حاجة، ده مجرد ما السيستم عمل ريسيفنج للباور بيعدي على LNA، وكده هيعدي على الكوأكسل بتاعي، هيعدي على كل حاجة. فاحنا ليه بنحط LNA هنا؟ أنا عندي دلوقتي لما هيجي أحسب التوتال تمبريتشر بتاعة السيستم، احنا قلنا هي المفروض هتبقى TE1 زائد TE2 على gain 1 زائد TE3 على gain 3. فاحنا دلوقتي لو بصينا على السيستم بتاعي عبارة عن الـ LNA وعبارة عن الكوأكسل ده، أنا الكوأكسل ده هو في الآخر هيبقى بيمثل لي attenuation، هو مش هيبقى بيعمل لي gain. فأنا الـ gain بتاعه هيبقى 1 over الـ L اللي ده اللي هو الـ attenuation factor بتاع الكوأكسل الكيبل بتاعي. فأنا هلاقي إن أنا عندي الـ equivalent temperature بتاعت السيستم هتبقى عبارة عن TE1 اللي هي temperature بتاعت الأمبليفاير زائد الـ TE2 على الـ gain بتاعة الأمبليفاير. TE2 دي اللي هي الـ temperature بتاعة الكوأكسل. لو كان عندي سيستم تالت هنا فكان يبقى TE3 دي gain 1 gain 2 على gain الأمبليفاير مضروبة في gain للأتنويتر اللي هو هتبقى في 1 على 3 أو 1 على الـ L أصلي، فهضرب في الـ L. أنا كده لو أنا كنت عاملة ديزاين للسيستم بتاعي بحيث إن أنا الجين بتاع الأمبليفاير بتاعي عالي، أنا كده دايما ببقى بقلل النويز تمبريتشر بتاعت كل الكومبوننتس التانية. يعني أنا أكتر كومبوننت هيبقى مؤثر عندي هو الـ TE1 اللي هي النويز تمبريتشر بتاعت الأمبليفاير بتاعي. كل الحاجات التانية، كل الكومبوننتس التانية موجودة عندي في السيستم هتبقى بتقل بفاكتور الـ GLNA. طب أنا دلوقتي لو عكست، لو خليت إن أنا عندي دي كده الأنتنة بتاعتي، ما حطيتش هنا low noise amplifier، عديت على الكوأكسل بتاعي وبعد كده جيت هنا حطيت الـ LNA. في الآخر أنا عملت نفس الإفكت، عملت receiving للباور ووصلتها لحد الريسيفر، وقبل الريسيفر روحت حاطة low noise amplifier. لما نيجي نحسب الـ equivalent temperature بتاعت السيستم ده هلاقي إن أنا عندي الـ T total بتاعتي هتبقى equal to TE1 زائد TE2 على gain 1 زائد TE3 على gain 1 في gain 2. عندي هنا TE1 ده اللي هو يبقى بتاع الكوأكسل أين كان بقى النويز تمبريتشر بتاعته، زائد TE2 اللي هو النويز بتاعت الـ LNA على 1 over L. فأنا هبقى بضرب في L بدل 1 over L هبقى بضرب في L هنا. فأنا actually بزود النويز تمبريتشر اللي أنا شايفاها، لأن الـ L دي بتبقى أكبر من الواحد، ده الـ attenuation factor بتاعي. زائد هيبقى عندي هنا دلوقتي TE3 مقسومة على الجين بتاع الـ LNA مضروبة في الـ L. فأنا بس مجرد أن أنا بدلت الترتيب بتاع الكوأكسيال والـ LNA أنا عمال أضرب في فاكتور L، فأنا أكشي عمال أزود الـ equivalent temperature بتاعت السيستم بتاعي. بعد ما بعدي على الـ LNA ببقى بقسم على الجين بتاعه، فأنا هرجع أقلل الـ effect بتاع الكومبوننتس التانية، بس أنا هيبقى عندي جزء هيزود لي temperature بتاعت السيستم بفاكتور عالي، لأن يعني أنا هنا بضرب في الـ L اللي هي أكبر من الواحد، فأنا already ضمنت إن أنا السيستم temperature بتاعتي على الأقل بقت الدبل. فعشان كده إحنا كترتيب السيستم بتاعي بنحتاج نتيك into consideration الـ noise temperature بتاعت كل component والإفكت بتاعهم اللي هو الـ gain بتاعهم، هل بيحصل gain ولا بيحصل attenuation.
هل باين الجزء ده؟ واضح. دلوقتي في problem 4 عندنا بيقول ان انا عندي amplifier ليه noise factor 7:1. عايزين نحسب noise figure وعايزين نحسب equivalent noise temperature. وبيقول ان انا عندي دلوقتي الambient temperature بتاعت السيستم بتاعي هي نفسها room temperature اللي هي T node ب290 كلب. فأول حاجة عايز noise figure، انا already عندي noise factor هو مديهولي، ده كده هو ال F على طول. انا عندي السيستم بتاعي ليه noise figure 7، فلو هو عايز النويز فيجر هو كده عايز بالدي بي، فانا عندي هيبقى 10 لوك 7، فده كده النويز فيجر بالدي بي. بعد كده هو عايز الايكوفلنت نويز تمبريتشر بتاعت السيستم، فبما ان انا عندي هنا هو مديني ان انا الامبيانت تمبريتشر هي نفسها الروم تمبريتشر، فيكون عندي التي اس هي عباره عن الاف ماينس 1 اللي هو نويز فيجر ناقص 1 في التي نوت. الاف اللي بنعوض بيها هنا هي الماجنيتيود مش بالدي بي، هبقى 7 ناقص 1 في 290 اللي هي الامبيانت تمبريتشر. يبقى انا كده حسب الايكوفلنت تمبريتشر بتاعت السيستم بتاعي. في بروبلم 5 هو مدينا النويز تمبريتشر بتاعت الامبليفاير، بيقول ان انا عندي بعد الامبليفاير ده عندي 4 دي بي اتنويتر، وعايز نحسب الافكتيف نويز تمبريتشر بتاعت السيستم. فانا عندي دلوقتي المفروض عندي تي اي تمام. سوري احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول دلوقتي انا عندي الامبليفاير ومديني النويز تمبريتشر بتاعته، مديني الاتينيشن، وعايز نحسب الافكتيف نويز تمبريتشر. بس نخلي بالنا ان هو دلوقتي هو عايزها بالنسبه للاتينيتر، هو مش عايزها بالنسبه للانبوت بتاع الامبليفاير. احنا عندنا دلوقتي هيكون التوتال تمبريتشر بتاعتي، احنا كان المفروض هي عباره عن تي اي 1 زائد تي اي 2 على جين 1. بس احنا دلوقتي السيستم بقى بالعكس، انا ما بقتش شايفه الامبليفاير الاول وبعد كده شايفه بعديها الاتينيتر، انا شايفه الاتينيتر وبعديه شايفه الامبليفاير. احنا عندنا التي اي 1 هي المفروض هي النويز تمبريتشر بتاعه الاتينيتر، فهي بتبقى عباره عن ال ناقص 1 في التي نوت، دي كده النويز تمبريتشر بتاعه الاتينيتر، لان انا بالنسبه لي ال اكنها هي النويز فيجر بتاع السيستم، زائد التي اي 2 اللي هي في الكيس دي 200K اللي هي النويز تمبريتشر بتاعه الامبليفاير على الجين بتاع الاتينيوتر، هو المفروض 1 على ال. خلي بالنا برضو ان انا ال اللي بعوض بيها هنا المفروض ماجنيتيود، فانا المفروض دي تبقى 10 باور 4 على 10 ناقص 1 تي نوت زائد 210 باور 0.4. دي كده هي النويز تمبريتشر لما بعمل لها ريفيرنج بالنسبه للاتينيوتر. فدي كده الفايز يطلع عندي في الاخر، ان انا السيستم في الاخر ليه نويز فيجر
940 كيلو. فيها مشكلة المسألة دي يا شباب؟ يعني يعتبر الأتنويتر عكس الأمبليفاير صح؟ كإفكت آه يعني كان الجين نيجاتيف. problem 6 ده كده جايب اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه. يعني انا بيقول ان انا عندي دلوقتي السيستم بالمنظر ده، عندي هنا ده كده الريسيفنج انتنا بتاعتي متوصله بال ان اي، بعدها عندي كيبل لي لوسز لوس فاكتور للواحد لحد ما هوصل للريسيفر بتاعي هنا. فاحنا المفروض عايزين نجيب، عايزين نعرف يعني احنا هنا بقى السيستم بالعكس، انا عايز اعرف دلوقتي محتاجه جين في ال ان اي قد ايه عشان اوصل في الاخر يعني يكون عندي نويس فيجر 10 دي بي، ومديني النويس فيجر بتاع ال ان اي، مديني الاتنويشن بتاعه اللاين، ومديني الريسيفر نويس فيجر. احنا عندنا دلوقتي السيستم ككل بقى المفروض يبقى ايه. انا عندي في الكيس دي المفروض عندي هو هنا مش مديني النويز بتاعت الانتنة فهنتجاهلها، هنتكلم بس على السيستم ككل. فمفروض دلوقتي تي اس هي ايكوال تي اي 1 اللي هي بتاعت ال ان اي زائد تي اي 2 اللي هي بتاعت الكيبل مقسومة على جين ال ان اي، ده الحاجة اللي احنا عايزين نجيبها، زائد تي اي 3 ده كده اللي هو السيستم بتاعي اللي هو بتاع الريسيفر على gain 1 اللي هو بتاع الامبليفاير في gain 2 اللي هو الاتنويشن بتاع الكيبل. احنا عندنا دلوقتي اول حاجة ال TE1 هو مدينا ان انا دلوقتي عندي اديني النويز فيجر بتاعت ال LNA، فانا عندي ال TE1 هقدر اجيبها ان هي تبقى ال F ناقص 1 في ال T0، فكده جبنا ال TE1. عندنا ال TE2 دي اللي هي بتاعت الكيبل فهي عبارة عن L ناقص 1 في T نوت. عندي هنا TE3 هو مديني برضو النويز فيجر بتاعة الريسيفر اللي هو 15 dB فيبقى F ناقص 1 في T نوت، وبقسم هنا ال G1 اللي هي برضو الفالي اللي أنا عايز أجيبها، وال G2 اللي هي تبقى 1 over L. فهنعوض بقى بكل الفاليز عندنا، بس هنحاول كله طبعا من dB الماجنيتيود، كل الحاجات اللي هنشتغل بيها دايما هتبقى بالماجنيتيود. سوري انا لخبطت قلت ان الاف اللي هنعمل بيه هنا 10 دي بي، دي هتبقى المفروض ال7 دي بي او 10 باور 7 على 10، بحيث ان انا التوتال نويز تمبريتشر بتاعه السيستم بتاعي دي كده اللي هي المفروض تبقى اف ناقص 1 في التي نود، الاف اللي هو عايزها هي ال10 دي بي. فاحنا دلوقتي هنبقى بنعوض بقى نجيب كل حاجه. فاحنا عندنا اول حاجه النويز تمبريتشر بتاعت أول سيستم، فهي المفروض 290 اللي هي الأمبيان تمبريتشر بتاعتنا في النويز فيجر بتاعت ال LNA اللي هي كانت 7 dB فهتبقى 10 باور 7 على 10 ناقص 1، فكده احنا جبنا النويز تمبريتشر بتاعت أول لوز. فكده عندي T2 اللي هي بتاعت ال Attenuator فهتبقى T نود في L ناقص 1، كده جبنا النويز تمبريتشر بتاعت الكيبل بتاعي. آخر حاجة الـ noise temperature بتاعة الـ receiver فهتبقى T node في الـ F3 اللي هي كانت 15 dB، وجبنا كده الـ noise temperature بتاعة الـ receiver. وإحنا الـ total noise temperature اللي هو كان عايزها، هو كان عايزها تبقى الـ noise figure بـ 10 dB، فالمفروض تبقى T node في الـ F total بتاعتنا ناقص 1 فهتبقى 290 في 10 باور 1 ناقص 1. كده أنا حسبت الـ total temperature بتاعة الـ system. انا عندي بقى total temperature بتاعت السيستم هتبقى equal total temperature بتاعت الامبليفاير مضروبه في زائد total temperature بتاعت الكيبل مقسومه على الجين، دي اللي هي الفاليو اللي انا عايزه اجيبها، زائد التمبريتشر بتاعت الريسيفر مقسومه على الجين ومقسومه على الجين بتاع الاتنويتر. فكده احنا جبنا الجي 1 دي كده هي الجين اللي هو كان عايزه، ولو حبينا نجيبها بالدي بي فتبقى 20 log الرقم ده. احنا كده جبنا الرقم اللي عندي بالدي بي. فيها مشكلة المسألة دي؟
لا تمام. اخر حاجة بقى هنتكلم عليها دلوقتي اللي هو الكارير ريشيو. احنا كنا الجزء الاول من السكشن ده كنا بنتكلم على البي ار، ودلوقتي احنا شرحنا البي ان اللي هي النويز باور. انا دلوقتي عايزه اتكلم بقى على الكارير نويز ريشيو اللي هي بتاعه السيستم ككل، اللي هي اصلا في الاخر بتعبر لي عن السيستم بتاعي ده، هل السيستم ده هقدر اعمل بي ريسيفنج ولا لا. فاحنا بنديفاين حاجه اللي هي الجي على تي، دي كده هي بتمثل لي الكواليتي بتاعه الريسيفر بتاعي اللي هو الجين بتاع الريسيفر ناقص التمبريتشر نويز او الايكوفالنت سيستم تمبريتشر بتاعه السيستم اللي عند الريسيفر. انا عندي هيبقى عندي في الجزء ده، ده كده بيمثل لي الترانسميتد باور، ده بيعبر لي عن الترانسميتد باور. عندي الجي على التي ده كده بيمثل لي الريسيفر بتاعي، وعندي هنا دي اللوسز الموجوده في السيستم ايا كان بقى ايه اللوسز بقى، في سبيس لوس، اتينيويشن، رين اتينيويشن، مسالايمنت، كل الكلام ده هيبقى داخل في اللوسز دي ناقص الكي دي اللي جايه من ايكويشن الباور بتاعه النويز ناقص البي ان اللي هو الباندويث اللي انا شغال عليه. لو انا بتكلم على الكارير تو نويز سبيكترال دنسيتي فاللي هي السي على الان نود، ان انا بتكلم لسه كسيستم ككل مش بتكلم بير باندويث معين. انا عندي نفس الايكويشن بالظبط بس من غير الباندويث، ده كده هو السي على الان نود ده اللي هو السبيكترال دنسيتي بتاعه السيستم ككل. فاحنا عندنا بروبلم 7 يقول ان انا عندي سيستم الريسيفر بتاعي في الريسيف باور كانت 400 بيكو وات، مديني النويز تمبريتشر بتاعه السيستم، وعايزنا نحسب الكارير تو نويز دنسيتي ريشيو اللي هي سبيكترال دنسيتي يعني مش في باند ويدث معين. ومدينا الباند ويدث، وعايزنا نحسب برضو الكارير تو نويز ريشيو عامه بقى في الباند ويدث اللي عندي. فاحنا عندنا المفروض عايزين نحسب الكارير تو نويز، فانا المفروض دلوقتي الكارير عندي هو الجزء ده، دي كده هي الريسيف بار، فمديني البي ار على طول. انا الاي بي ار هي المفروض تبقى 10 لوك 400 بيكو، فكده انا حسبت الريسيف بار. فالمفروض السي على ان، خلينا نسي على النود الاول، فهي المفروض الريسيفت باور دي ناقص الكي ناقص التي اس بتاعتي. فانا الكي هو مديهالي ده كونستانت، والتي اس هو مديني النويز تمبريتشر بتاعت السيستم، انا دي المفروض تبقى 10 لوج 450. فكده انا حسبت الكارير نويز سبيكترال دنسيتي. بعد كده عايزين نحسب السي على ان اللي هي بقى في الباندويث اللي انا شغاله فيه، فيبقى نفس السي على الان نود ناقص الباندويث اللي انا شغاله فيه اللي هو يبقى 10 لوك 36 تايمز 10 باور 6. ما اعرفش ليه دي عملت كده بس يعني ايا كان، يعني دي الارقام اللي هتطلع عندي في السيستم بتاعي. هنا نفس الكلام بس دلوقتي انا بحسم السيستم مديلي البروباجيشن لوسز اللي حصلت عندي، مديني كل اللوسز التانية جمعهم مع بعض وقال ان هي تبقى equal 3 dB، ومديني الريسيفر G over T، ومديني الـ EIRB، وعايزنا نحسب الـ C over N. في نفس المسألة اللي فاتت بس بدل ما هو كان مديني الـ BR على طول هو هنا قسمها لي، فالمفروض دلوقتي الـ C over N هنا تبقى إيكوال الـ EIRB زائد الـ G over T ناقص الـ losses اللي بتحصل عندي ناقص الـ K وناقص الـ bandwidth.
فاحنا عندنا الاي اي ار بي هو مديه لنا، الجي اوفر تي هو مديها لنا، واللوسز هو حتى مش سايبنا نحسبها، هو مديني مقسمهم بس تو لوسز، بس هو في الاخر هيبقى التوتال بتاعهم هو 203 البروباجيشن لوسز والمارجن لوسز والحاجات التانية، والكي مديها لي والباندويث مديه لي، فكده نقدر نحسب الكارير نويز ريشيو. اخر مساله معانا بقى اقول لكم كل سنه طيبين. دلوقتي عندنا هو مديني هنا السيستم كأبلينك وداونلينك، وعايزنا نحسب الاوفر اول سي اوفر ان او الكاريت نويز ريشيو بتاعه السيستم كله. فانا دلوقتي احنا كنا لما اتكلمنا على السيستم بتاع الساتلايت عامه كنا قلنا ان انا عندي الساتلايت ده ممكن يكون بيعمل موديليشن ودي موديليشن وبيعمل يعني بروسيسنج للسيجنال اللي بتوصل له، وممكن يكون حاجه بنسميها ترانسبيرنت. ان انا عندي دلوقتي ده كده الساتلايت بتاعي هي ريسيف سيجنال ابلينك من الايرث ستيشن، مجرد ما ياخدها ويروح بعتها تاني داونلينك، مش هيعمل لها بروسيسنج، مش هيعمل لها دي موديليشن، مش هيعمل اي حاجه. انا دلوقتي لما اجي اتكلم على الكارير تو نويز ريشيو بتاعه السيستم ككل محتاجه تيك انت كونسيدريشن النويز اللي هشوفها في الابلينك والنويز اللي هشوفها في الداونلينك. فلما باجي ابص على التوتال نويز بتاعه السيستم بلاقي اكني عندي تو سيستمز بارل لبعض، يبقى السي على ان او بتاعت السيستم ككل هي المفروض 1 over 1 over ال اسمه ده ال CNO. خلينا نكتبها في حتة فاضية شوية. يبقى 1 over أكني عندي 2 system barrel، فيبقى 1 over C على N بتاعت الأبلينك زائد 1 over C على N بتاعت الداونلينك. أنا دلوقتي لو عايز أحسب الكارير تو نويز ريشيو بتاعت السيستم ككل المفروض أحسب الكارير تو نويز ريشيو بتاعت الداونلينك والكارير تو نويز ريشيو بتاعت الأبلينك وياخد الاثنين مع بعض بارل لبعض، كده انا حسبت الكارير تو نويز ريشيو بتاعه السيستم ككل. فاحنا المساله دي هو مديني كل حاجه، مديني الاي ار بي، مديني الجي اوفر تي، مديني اللوسز الموجوده في السيستم كلها للابلينك في كيس الابلينك وفي كيس الداونلينك. لو ركزنا هلاقي ان انا عندي الاي ار بي في الابلينك اكبر بكتير من الداونلينك، في تقريبا 20 دي بي فرق. ده بيبقى نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا عندي في الايرث ستيشن اللي هو في الابلينك الأفيلابل باور بتاعتي بتبقى أكبر، لأن أنا عندي دلوقتي أنا على الأرض ما عنديش أي consideration محتاجة أخده في اعتبار، أنا بقدر أبعد باور عالية. فعشان كده بلاقي إن أنا عندي في الأبلينك الـ EIRP تبقى أعلى بكتير من الداونلينك. أنا في الداونلينك أنا limited بالسايز بتاع الساتلايت، إيه الأفيلابل باور، الباور مانجمنت سيستم، كلها حاجات هتفرق معايا في الأفيلابل باور. عشان كده بلاقي إن الإفكتيف radiated باور في الأبلينك تبقى أعلى من الداونلينك. فإحنا عندنا دلوقتي السيستم المفروض عايز احسب ال CNO بتاعت الداونلينك والابلينك. فانا عندي دلوقتي المفروض ال ERB plus ال G over T ناقص اللوسز ناقص ال K، ومزين كل الفاليو. فانا حسبت دلوقتي الكارير تو نويز ريشيو بتاعت الابلينك والكارير تو نويز ريشيو بتاعت الداونلينك، وهلاقي ان عندي في كيس الداونلينك الكارير تو نويز ريشيو بتاعتي اقل، لان انا زي ما قلنا عندنا البار الافيلابل بتبقى اقل. فانا عشان احسب بقى الاوفر اول سيستم، فانا هنا اكني قسمت يعني 1 اوفر السي على الان نود على الان نود، تبقى 1 هتبقى ان نود على السي بتاعه الابلينك وان نود على السي بتاعه الداونلينك. هيبقى عندي هنا عشان 1 اوفر فتبقى نيجاتيف 79.6 على 10، ده كده كان اللي هو الكارير تو نويز ريشيو بتاعه الابلينك، وهنا تبقى نيجاتيف 78.6 اللي هي بتاعه الداونلينك. فانا كده عملت اللي هو زي noise to carrier ratio يعني بتاعت السيستم ككل. فانا في الاخر عندي الcarrier to noise ratio بتاعت السيستم بالدي بي هتبقى 10 log 1 over الرقم اللي احنا لسه حاسبين ده، فهيطلع 76.1 دي بي بيو هرتز.
وزي اي حاجه بارلل، فانا هلاقي ان انا عندي الكاريير نويز ريشيو بتاعه الاوفر اول سيستم هتبقى اقل من الكاريير نويز ريشيو بتاعه التو سيستمز. فانا دلوقتي لو انا عندي ريكويرمنت معينه للكاريير نويز ريشيو محتاجه اخلي بالي من الابلينك والداونلينك، لان انا في الاخر الماكسيمم كاريير نويز ريشيو اللي هقدر اوصل لها لازم تبقى اقل من الاثنين. فما ينفعش مثلا يكون عندي الابلينك عالي قوي والداونلينك قليل قوي، لان انا ساعتها كاوفر اول سيستم هلاقي نفسي خسرت في الاخر، لان انا زودت الابلينك وعرفت ابعت باور عاليه وما كانش فيه مشكله وكاريير نويز ريشيو عالي، بس قصاده ان انا عندي الداونلينك كان قليل فاوفر اول كسيستم ما استفدتش، هلاقي ان انا عندي السيستم في الاخر هيبقى اقل من الاثنين. هل في اي مشكله ده شويه؟ لا تمام خلاص تمام. اقول لكم بروسون ربع معاكم في الامتحانات. شكرا تعبناكي معانا خالص. ما فيش اي حاجه انتوا زيز والله. ايش خلاص ربع معاكم شباب في الامتحانات، وهبلغ لينا بديدلاين.